السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم على كام فكره للعيد، عشان طبعا رمضان خلص ورجعنا للديكور القديم ده. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط ماسكات، مش لازم يكون ماسك جاهز، هو الماسك ده مش حلو قوي برده، عشان ما اقولكوش ان هو حلو، هو عادي، بس طبعا يعني في ماسكات تانية احلى. احنا ممكن نعمل ماسك في البيت، ممكن هتلاقوا يعني فيديوهات كتيره على اليوتيوب للماسكات، ممكن تحطوا ماسك جاهز. طبعا بعديها هنستحمى، دي تاني فكرة ان احنا نستحمى ونلبس لبس العيد، مش لازم يكون جديد، هو عادي ممكن يكون قديم، لان احنا طبعا عشان الحظر وكده فممكن ما نلحقش نجيب لبس جديد، ممكن نلبس لبس يعني ما لبسناهوش من فترة او كده، وده برضو هيحسسنا ان هو جديد. بعديها مثلا ممكن نعمل حنة، نرسم بقى الحنة ونحط حنة في الاظافر، ما قلتلكوش منوكير برضو عشان الصلاة واحنا هنصلي اكيد، فممكن نعمل حنة رسم ونعمل حنة ضوافر، وكمان نكوي شعرنا. طبعا احنا كده مش هنخرج بشعرنا، او انا محجبه يعني فمش هخرج بشعري، وكده احنا في العيد فمش هنخرج كمان عشان الحظر، يعني احنا كده كده مش هنخرج. فاحنا بقى هقول لكم على كام فكره نقضي بيها العيد من غير ملل. طبعا يا جماعه هنحط كريمات اهم، نحط لوشن بقى والحاجات دي، وممكن نحط ميك اب، بس بصراحه ماليش في الميك اب قوي، لان يعني انا بحس ان احنا من غير الميك اب احسن. انا عن نفسي ممكن احط زيت كاكاو لوبيلو، هي بصراحه روعه، بجد روعه، ومرطبه عالي جدا. وممكن نحط تنت، حاجات خفيفه يعني، مش لازم نحط حاجات الكبيره دي. طبعا يا جماعه احنا كده خلاص ظبطنا نفسنا على الاخر، هنبتدي بقى نشغل تكبيرات العيد، هتلاقوها كتير على اليوتيوب، ادي واحده اهي منها، هتلاقوها بجد هتحسسكم باحساس حلو قوي. بعديها هنروح نصلي العيد جماعه في البيت، جماعه كبيره قوي يعني، يا جماعه صغننا كده الاسره بس. وبعديها ممكن نتفرج على صلاة العيد في التي في، برضه هتحسسنا بعيد اكتر اكننا نزلنا صلاناها، بس طبعا مش هننزل عشان الحظر وكده، احنا اصلا مش عارفين العيد بعد بكره ولا بعد بكره، احنا لسه مش عارفين. بعديها يا جماعه ممكن نتفرج على الشروق، بصراحه بيبقى والله بيبقى جميل جدا. وبعديها مثلا نجيب حلويات وايس كريمات عشان الحر والسلقه اللي احنا فيها دي، فلما هناكل حاجات ساقعه هترطب علينا شويه، ده غير كحك العيد والبسكوتات والحاجات دي. وطبعا ممكن بقى واحنا بناكل كده نتفرج على كرتون مع العيله جوه طول شويه. وبعديها ممكن نلعب، انا هقول لكم على كام لعبه حلوه. بصوا في لعبه اسمها لعبه الاسامي، مثلا انا قلت اسم احمد اخره دال، اللي ورايا هيقول بدايه اسم بحرف الدال مثلا دالات وهكذا، والاسامي ما ينفعش تتكرر. ممكن نلعب اكس او اتوبيس كومبليت بقى، العاب كتير جدا. بعديها يا جماعه هنغسل ايدينا، لازم نغسلها كويس جدا كده، هنغسلها كل شويه طبعا عشان الحاجات دي وكورونا وجراثيم، نغسلها بقى جامد، ولازم نغسلها 20 ثانية. وممكن تنفخوا بلالين وتطيروها ونلعب بيها وكده، يبقى احساس برضو حلو قوي. وممكن نكلم صحابنا ونكتب لهم كل سنه وانتم طيبين وكده عشان نعيد عليهم، وممكن بقى نكلم صحابنا فيديو كول، بجد بتبقى حاجه حلوه قوي. ممكن طبعا تتفرجوا على قناتي وتعملوا سبسكرايب. ممكن نقرا كتب برضو، بصراحه الكتاب ده انا قريته هو حلو قوي، والكتاب ده انا وصلت لجزء فيه يعني، هو مش كله بس بصراحه هو عجبني لان هو مكتوب كده. يا جماعه نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. واحنا كده قلنا 20 فكره عشان نقضي العيد من غير دهق وملل واحنا قاعدين في البيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.